كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. شكرا. أنا حبيت نجيب بشرة للعوان عمال القطاع الخاص اللي توها على أثر الجلسة اللي وقعت بين الأمين العام ورئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية. تم الاتفاق على زوز نقاط مهمة جدا. أنه ضمان كامل الأجر في شهر أبريل على أن تكون منحة 200 دينار المخصصة من الدولة وهي المنحة الاستثنائية تكمل الأجر والبقية تكمل المؤسسة. وبعد ذلك يتم التفاوض في صورة ما إذا تم تمديد الحجر وغيره من الاستباعات. النقطة الثانية أنه كل المؤسسات غير المخرطة في CNSS في الضمان الاجتماعي ولم تصرح ب عمالها يمكن من تاريخ هذا الاتفاق شهر من تاريخ هذا الاتفاق يمكن أن يسووا وضعيتهم في غضون هذا الشهر ودون تبعات تخلف وخطايا في تسوية الوضعية يتم إدراج عمالهم ضمن المنحة الاستثنائية وإدراجهم هما أيضا ضمن الدعم المتعلق بدعم المؤسسات التي تعاني صعوبات اقتصادية في هذا الظرف. مع أنه بالنسبة ملاحظة للبطالة ما نش في إطار بطالة فنية نحن توا ما عدا بعض القطاعات المتضررة احنا في إطار قوة قاهرة. شكرا لك سامي الطاهري بارك الله فيك. إذا الاتفاق ما بين الاتحاد وما بين الاتكاء حول الأجور في القطاع الخاص كامل الأجر أبريل 200 دينار من عند الدولة والبقية من عند المشغل والسي ان اس اس اللي فيها تسهيلات خاصة بالنسبة للناس اللي ما عملتش الديكلاراسيون.